إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، آمنا اللهم في أوطاننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. نسألك اللهم أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، موضوع خطبة اليوم في مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم، نتعلم الصدع بالحق. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نتربى دائما في مدرسة القرآن، في مدرسة النبوة، وإن من أعظم بل أعظم ثمرات مدرسة القرآن ومدرسة النبوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عشنا قليلا من قبل معهم، فرأينا كيف أن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاعلهم معه كان السبب الأعظم في تزكية نفوسهم وتطهيرها وارتقائها وارتباطها بالله واليوم الآخر. وهكذا نحن أيضا طالما نكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، نكون أرقى وأكثر تطهيرا وتزكية بإذن الله. تعلمنا أيضا في مدرسة الصحابة أدب الحوار وطلب الحق وأدب الاختلاف، وأن ذلك لا يمكن أن يكون سبباً في طعن أو اتهام أو اختلاف قلوب. واليوم نقف أيضاً وقفة أخرى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تحققهم بهذا الأمر الإلهي: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والخطاب ابتداء لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده لكل الأمة. وعندما تسمع هذا الأمر اصدع، كأنه يشير لنا أن الشر أمامنا وأن الباطل أمامنا كأنه جبال راسيات سوداء، وأنها بحاجة إلى فعل عظيم فيها حتى تتصدع، فيتصدع هذا الشر
ويتصدع هذا الباطل، ولا يمكن أن يتصدع الباطل أو هذا الشر إلا إذا كان الذي يقوم بهذا الفعل قد صدع فعلا بأمر الله سبحانه. وعندما يحدثنا سبحانه بعد ذلك إنا كفيناك المستهزئين، فإنه يبين لنا أنه طالما قام أهل الحق بالصدع بالحق فإنهم سيواجهون الكثير الكثير من التحديات والصعاب والاستهزاء والتشهير إلى غير ذلك. عندما نتكلم عن الصدع بالحق أحيانا يأتي من يقول لك دعنا من جزئيات المسائل، ولماذا تثيرون ما يفرق الأمة والكلمة، وأين الحكمة في طرح الخطاب وفي طرح كثير من المسائل والقضايا؟ لأقول إن الصدع بالحق له جانبان رئيسان. الجانب الأول عندما يكون ميدان الصدع بالحق أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والجانب الثاني عندما يكون الصدع بالحق بيانا لحكم شرعي أي حكم كان. لا شك لكل جانب من هذه الجوانب أحكامه. فعلى سبيل المثال عندما تريد أن تصدع بالحق في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يعلم الإنسان أنه لا يكون أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا في القضايا المتفق عليها إذا وقع الخلاف فيها أو إذا خُلفت. فإنسان وقع في الكبائر، إنسان خالف صريح الكتاب والسنة، إنسان وقع في الظلم والفساد والاستبداد، هنا الصدع بالحق يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أيضا أن يبين أي عالم رأيا فقهيا يعتقد صوابه ولا ينبغي أن يخفيه عن الأمة، فهذا أيضا لون من ألوان الصدع بالحق، لأن الأمة يوما ما قد تحتاج لهذا الرأي ما دام أنه واثق من أدلته، وما دام أنه يستطيع في قرارة نفسه إذا ما سأله رب العالمين لما قلت بهذا القول فيكون لديه حجته في هذا الأمر. وهذا من العلم الذي لا يجوز أن يخفيه العالم المجتهد إذا توصل إليه. ولعل إذا ضربت أمثلة سريعة في هذا الباب تتضح الصورة أكثر. جاء الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وكان السائد في الفقه عند أكثر الناس وأكثر أهل العلم أن المرأة لا تزوج نفسها إذا كانت بالغة عاقلة بكرا، ولكنه وبناء على الأدلة التي ترسخت لديه وصل إلى قناعة غير ذلك. وكان الإمام أبو حنيفة في عهد يرى أكثر الناس أن دية المرأة على نصف دية الرجل، ولكنه وصل باجتهاده وأدلته إلى أن دية المرأة ودية الرجل سواء بسواء. وأيضا كان السائد في عهده أنه لا يجوز أن تخرج صدقة الفطر إلا من طعام ونحوه، واجتهد أنه يجوز أن تكون بالقيمة وغير ذلك من المسائل. تعرض الإمام أبو حنيفة نتيجة اجتهاداته هذه وغيرها إلى كثير من الطعن من بعض الناس، ولكننا نجد اليوم عظم هذه الاجتهادات
وأهمية هذه الاجتهادات وضرورة هذه الاجتهادات في حياة المسلمين اليوم بقطع النظر عما يرجح عالم آخر في هذا الباب. فلو قال أبو حنيفة: مالي ومال هذه الاجتهادات لئلا يتعرض لي الناس بالطعن ولئلا أفرق كلمة المسلمين، أين التفريق في كلمة المسلمين إذا كانت القضية بيانا لأحكام الله وشرع الله مما يعتقد صوابه؟ عندما جاء الإمام ابن تيمية كان السائل في أحكام الطلاق لونا معينا من الفقه، فاجتهد الإمام ابن تيمية رحمه الله في اجتهادات أخر في مسائل الطلاق، وتعرض أيضا لكثير من الانتقادات والطعن لهذا الاجتهاد. اليوم نجد أن معظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية تعتمد فقه من؟ في قضايا الطلاق تعتمد فقه الإمام ابن تيمية الذي طالما تعرض للنقد من علماء عصره بسبب هذه القضية وغيرها. إذن هنا هو إمام توصل في قناعة وقرارة نفسه إلى أحكام يراها ترضي الله سبحانه وتعالى بناء على أدلة قامت واستقامت لديه، فلم ير بدا أن يبين هذا الحكم للناس. رضي الناس أو لم يرضوا، اقتنع الناس أو لم يقتنعوا، ويوما ما ربما يقول هذا القول هو القول السائد وهو القول الصحيح وهو القول الذي يصحح تصورات ومسلكيات ويزيل صورا شوهاء ربطت بالإسلام، والإسلام لا علاقة له بها. يوما ما بعض الناس اجتهد أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكننا وجدنا فقهاء آخرين يقولون: بل وجه المرأة ليس بعورة. تصوروا لو أنه كل عالم توصل إلى هذه الفتية أن وجه المرأة إذا خرجت ليس بعورة، كل واحد منهم خشي كلام الناس عليه ولم يصدع بالحق في هذا الأمر، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أننا لا نرى إلا فقها واحدا، وفقها ليس بالضرورة معبرا عن الإسلام. فإذا هنا العالم عندما يصدع بالحق في حقيقة الأمر فإنه يكون بذلك إثراء للفقه، وأنه يكون بذلك توسعة على الأمة، وأنه ربما يكون بذلك بيان لمخارج في مسائل كثيرة تقع الأمة فيها وهي تبحث عن فقيه يبين لها المخرج مما هي فيه، لا يخشى في الله لومة لائم على الإطلاق. لما برزت مسائل التأمين على سبيل المثال من مسائل المعاملات المعاصرة، كثير بل أكثر العلماء ذهب إلى تحريم ذلك، وأخذوا يبينون لونا خاصا من التأمين أنه هو فقط الجائز، ما يسمونه التأمين التعاوني. لكننا وجدنا فقيها مثل العلامة مصطفى الزرقاء رحمه الله يفتي بغير ذلك مع ضوابط في هذا الأمر، وأنا هنا لست بصدد مناقشة أي من هذه المسائل الفقهية، إنما أيضا صدع بالحق الذي اقتنع به وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن فيه تحقيقا لمقاصد الشريعة وخدمة لهذه الأمة وإثراء لهذا الفقه ومخارج للناس. فتصوروا لو أنه قال: لا أستطيع أن أتكلم بهذه المسألة لئلا يطعن الناس بي، أو لئلا تتفرق كلمة الأمة، أو غير ذلك من الدعاوى التي قد يطلقها البعض. إذن نحن بحاجة، كما أننا بحاجة إلى الصدع بالحق في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون في القضايا المتفق عليها إذا خولفت، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في رفض الظلم وطلب العدل،
في رفض الفساد والاستبداد، في طلب الصلاح والإصلاح وغير ذلك. وكذلك أيضا يبين العلماء أحكام الشريعة لا يخافون بالله لومة لائم، ولذلك كله آدابه التي لا ينبغي التي ينبغي أن نتحقق بها. تصوروا هذا الصحابي، ونحن قلنا نريد أن نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، منهج الصدع بالحق. تصوروا هذا الصحابي الجليل، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه، عندما رفض الظلم ورفض الانحراف وأصر أن يصدع بالحق وأصر أن ينصر الحق وأن ينصر العدل وأن يكشف الانحراف وأن لا يستسلم لذلك، ولو كلفه ذلك دمه، ولو كلفه ذلك أسرته كاملة، كيف أيعقل أن يحدث التاريخ يوما أن ظلما وقع وأن انحرافا في الأمة وقع وأن خروجا عن الحق وقع، ثم بعد ذلك لا نجد في الأمة من يبين الحق، من يبذل روحه رخيصة في سبيل هذا الحق؟ فتصدى الحسين ابن علي لبيان هذا الحق، فهل يقال بعد ذلك إنه فرق كلمة الأمة؟ هل يقال بعد ذلك أين الحكمة؟ أم أنه رسم منهجا للأمة في الصدع بالحق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الله تعالى فاصدع بما تؤمر. وهذا سعيد بن جبير خريج مدرسة الصحابة، ومعه ثلة من علماء العراق من التابعين، من تابعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأوا ظلم الحجاج ولما رأوا انحراف الحجاج عن الحق ما وسعهم أن يسكتوا على هذا الظلم، وما وسعهم أن يقولوا لا نصدع بالحق، خشية أن يقال تفرقت كلمة الأمة، أو أن يقال أين الحكمة في هذا الأمر. أحيانا يصل العالم المجتهد إلى لحظة يرى نفسه واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأله كيف لم تبين الحق؟ كيف لم تصدع بالحق؟ كيف لم تكشف الظلم؟ كيف لم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر؟ كيف لا تبين حكم الله الشرعي؟ نعم، القضية متعلقة بالأحكام الشرعية، ومتعلقة أيضا ببيان واجباتنا تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نموذجان أختم بهما. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدثنا كما أخرج الإمام البخاري إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خرج إلى المصلى، فبدأ بالصلاة ثم صعد المنبر فخطب الناس، لكنه لما جاء عهد مروان بن الحكم وأخذ الناس ينفضون عنه، وكان واريا عن المدينة ولا يحبون أن يسمعوا خطبته، فماذا فعل؟ فوجئ الناس ومنهم أبو سعيد الخدري أن مروان بن الحكم يصعد المنبر قبل أن يصلي بالناس، يريد أن يخطب قبل الصلاة. يجذبه من ثوبه أبو سعيد الخدري، ويجذب ثوبه مروان بن الحكم، ويخطب ثم يصلي بالناس، عكس وخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو سعيد الخدري قائلا أمام الناس جميعا: غيرتم والله. ماذا يقول مروان الحكم؟ قد ذهب ما تعلم، هذا العلم الذي عندك قد انتهى، قد ذهب ما تعلم. قال: والله ما أعلم خير مما لا أعلم، أي إني لأعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد ابتدعتم في هذا الأمر. وتذكر رواية أخرى في سنن الترمذي أيضا أن رجلا آخر قام فأمر ونهى وذكر، وأن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، أي هذا الذي أيضا أمر بمعروف ونهى عن منكر وبين الحكم الشرعي في مسألة قد يستصغرها الناس أمام من؟ أمام وال من الولاة ربما بطش به، لأنه وللأسف بعضهم كان عنده من هذا الظلم ألوان، ولم يخش في الله لومة لائم في هذا الأمر، ولم يقل لأسكت لئلا أفرق كلمة الأمة في هذه القضية. أما هذا فقد قضى ما عليه، وساق في هذا الصدد أبو سعيد الخدري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور الذي طالما نردده: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والشاهد الآخر الذي أختم به، وما أكثر الشواهد في هذا الباب، الحسن البصري كما في صحيح الإمام مسلم يحدثنا أن عائذ بن عمرو المزني، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان، عائذ بن عمرو المزني، دخل عائذ على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد أيضا أحد الولاة في زمنه على العراق، أحد القتلة، أحد الطغاة. ماذا يقول عائذ وقد دخل عليه؟ قال: يا بني، إذن كان متقدم بالسن أيضا، قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الولاة، شر الأمراء الذين يحطمون رعيتهم، الذين يقسون على رعيتهم، الذين يظلمون، إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. إذن هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. يتغيظ عبيد الله بن زياد، قال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة ما يبقى في الغربال بعد الغربلة من الشوائب. انظر إلى هذه الجرأة وإلى هذه الوقاحة منه: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من قول عائذ؟ قال: وهل في أصحاب محمد النخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم، إنما النخالة في غيرهم. صدع بالحق وناب عن الأمة كلها ببيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفض الظلم والمطالبة بالصلاح والإصلاح، رفض الاستبداد، رفض الفساد. وفي أنموذج أبي سعيد الخدري بيان لأحكام الشريعة مهما كلف الأمر في ذلك. لا يقال فرقنا الأمة، لا يقال أين الحكمة في ذلك، لا يقال إن هذه مسائل جزئية لا يجوز أن ننشغل بها، وإن كان أيضا لا بد أن يكون ذلك كله مرتبطا بآداب لا بد أن يتفقه بها المسلم، إذ يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أو إذ يبين العالم حكما شرعيا. لعلي أذكر ذلك في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.